كنسجلوا بعدا بالايجابيه وبعين الرضا التحركات الدبلوماسيه المغربيه في شخص بوريطة، وكذلك من طبيعه الحال حكومه ديال سي خنوش تحت ظل ملك البلاد الله ينصر عزو. اليوم غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطرحوا على السيد الوزير بعض الاشكالات اللي باقا كتعاني منها الجاليه بالخارج مغاربه العالم، وخاصه مشكل ديال الحاله المدنيه. راه حرام في الوقت اللي كنتكلموا على تبسيط المساطر الاداريه وكان نستحضروا الخطاب ديال سيدنا اللي كيقول تقرب الاداره المواطن، لازال مغاربه العالم يعانون ويشتكون. اليوم ان شاء الله غادي نطرح له موضوع اللي كيتعلق بالحاله المدنيه. الحاله المدنيه كتصيب خطا اما في الترجمه او في التنزيل ديال الاسم ديال المولود، حرف او اي او ار او شي حاجه من هذا القبيل. خاص دابا هذاك السيد اللي مقيم برا يجي حتى المغرب المحكمه ويعمل دعوه في المحكمه، واش غيبقى له الوقت وربما يعاود يرجع. المهم كاين اشكال مر، لكن كاين حديث على مشاريع متعلقه بالرقمنه لجميع القطاعات. نعم، اليوم كنطلبوا من السيد الوزير سي بوريطة باش ينكب على هذه الاشكالات اللي كانوا منها المغاربه العالم، خاصه الحمل الداني. كاين القاضي في مدريد، اما يطلع من خمسنا خمس برشلونه، واما من تم تنسق مع القنصليه ياخذوا اشكالات ديال المواطنين ويربط اتصال بالمحكمه المعنيه. مثلا في القصر الكبير يربط اتصال بالمحكمه القصر الكبير ويديروا حكم فيما بينهم ويعدلوا هذه الحاله المدنيه ويعطوها المناوب ديال مهجر ويخدم على وليداته. ما عندها حتى معنى اجي من برشلونه حتى المغرب وعمل دعوه واش غتحكم لك في الوقت اللي انت باقي هنا ولا عندك اكراه في الوقت ديالك. اذا هذا اشكال من المشاكل اللي كيعانونا، وخاصه الشهاده العزوبه كذلك. الشهاده العزوبه حتى هي باقي فيها اشكال. خصنا نشوف واحد تصريح شرف، السيد كاين في اسبانيا باغي الشهاده العزوبه خاصها تعطى له، يعمل تصريح شرف وضمانات متوفره عند الاب ديالو والام ديالو والعائله ديالو. ما عندها حتى معنى باش عاود يجي حتى من تما حتى المغرب باش يدي الشهاده العزوبه. هذا كنحسبوا حنا تقصير في الحق ديال هذه الجاليه او هذا مغاربه العالم، ولهذا ان شاء الله باذن الله اليوم غادي نطرح هذه النقطه. استاذي يعني بغض النظر على الحاله المدنيه ولا شهادات العزوبه، على سبيل المثال كاين بزاف ديال المغاربه اللي كيختنوا كيعيشوا في اوروبا مثلا كيستثمروا كيشريوا كيكون عندهم دويرات هنا في المغرب وكيكريوا، من بعد فكيوقعوا في خلافات مع الناس اللي هما كارين عندهم هنا في القضاء، كيلقاو واحد المشاكل كبيره في الاجراءات والتدابير اللي كيتم اتخاذها، وبالتالي كيكونوا مجبرين انهم يدخلوا المغرب باش يتبعوا الملفات ديالهم. سبقنا طرحنا هذا المشكل، هذا الاشكال، قلنا حرام هو في الدار ديال شي واحد في بروكسل ولا في اسبانيا كيجي كيقول له اسبوع دخل لي الدار ديالي، الا ما خواش كيجيبوا لي صفر بلا محكمه بلا والو. وفي المغرب كيجي المحكمه وما كيتعطلوش الحق ديالو بصعوبه. بغينا حتى هذه القوانين هذه يعاد فيها النظر او يديروا واحد الملف او قانون خاص للجاليه، لان مؤخرا سيدنا الله ينصرو نواه بالدور الجاليه في الانتعاش ديال نمو البلاد ونواه بالقطاع الفلاحه. اذا ماذا ما الجاليه هي كتعطينا، خصنا لابد حتى هي من نشعروها ونحسوها على اننا حتى احنا معاهم ورحنا واقفين جنبهم وكنسالهم الماموريه باش من يحتاجوا من قبل فليسات. وفرنا له قلنا له البنك الشعبي ها مونيغرام ها الوفا بنك، ولكن ملي جينا للغرض ديالو بقينا مأخرين في السعب الوتيره ديال المطالب ديالو. اذا كخص المواكبه باش ديك الجيل المغاربه اللي طالع سم حتى هو يشعر على ان عنده واحد البلد اللي كيعطف عليه واللي هو الاصل للعم والاب ديالو اللي كان خلق تما وكذا، ما يكونش كيعيش مع الاب والام دائما معصب على البلاد ديالو. داولي رزقي داولي حقي عملوا لي كذا، وهذا كيربي واحد ديك الطب اللي طالع تما كينتعش تما. كيشوف القوانين في الدول الاوروبيه كتعطي الحقوق للناس، ولكن في البلاد ديالو كيسمع الاب ديالو كيشتكي وكيبكي. اذا هذا غادي يخليه دائما يشوف البلاد ديالو واحد يشوفها. اذا تمشيا مع التوجهات ديال ملك البلاد اللي كيقول لنا كبرلمانيين وكمؤسسات اعطونا الجاليه الحق ديالها، خذوها بعين الاعتبار. خصنا نستجبوا وخصنا الجاليه
نديروها فوق رؤوسنا لانها شرفتنا، وخاصه دابا كتشوف واحد العدد اللعابه في المنتخب الوطني جايين منين جايين؟ شي من هولندا وشي من اسبانيا وشي من بلجيكا، واحد العدد اللعابه اما اكثرهم اللي هما عندهم، كاين اللي عنده زياد برا وكاين اللي راه مربي برا وراه خدام برا. اذا خصنا نحترموا هذه الجاليه وخصنا ناخذوها بعين الاعتبار. في الوقت الحسن الثاني الله يرحمه كان عمل الخليه في كل اقليم كتعطي الاسبقيه للجاليه، حتى وصلنا واحد الوقت الجاليه غير البلاكه ديال الخارج البوليسي ما يعرقلوش السر ديالو ويطيح الاولويه، والله العظيم كان عندهم يعني واحد الاعتبارات كبيره. اليوم شفنا هادشي تراجع، نتمنى من هاد المسؤولين يردوا الاعتبار لهاد الجاليه باش تبقى تحبنا ونحبوها. وشكرا لكم وتبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.